وعشان كده بدأ عجلة التطوير. عجلة التطوير دايما من خلال بندرس أخطائنا إيه، إيه اللي ناقصنا على المستوى البدني على المستوى الفني. وبدأ الجهاز الفني ولجنة التخطيط برئاسة طبعا الكابتن محمود الخطيب مع الجهاز الفني طبعا بقيادة موسي ماني، إنه يشوفوا هنعمل إيه السنة الجاية، إيه الصفقات اللي جاية، محتاجين إيه بالظبط، محتاجين إيه، محتاجين لعيبة بمستوى ليفل معين، مراكز معينة، محتاجين دفعة قوية جدا على الجانب الفريق ككل، وعناصر مهمة جدا تكون موجودة، لأن عندنا بطولات كتير، عندنا كأس العالم للأندية، عندنا إن شاء الله هنقابل تشيلسي يعني طبعا صاحب الشامبيونز ليج الأوروبي. ومن خلال ده كله، من خلال زي ما بنقول قفلنا صفحة الموسم اللي فات، كابتن محمود الخطيب ادى رسالته للعيبة وادى رسالته للجماهير، كمان بدأ خلاص العمل على صفقات جديدة للنادي الأهلي، إن شاء الله تكون صفقات مميزة جدا. نتكلم على واحد من اللعيبة الشباب، واحد من اللي لفت الأنظار بشكل كبير جدا من خلال الدوري المصري، من خلال وجوده مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2020، كريم فؤاد. كريم فؤاد أول الصفقات المعلنة للنادي الأهلي، ومش آخرها. كريم فؤاد أعتقد كلنا تابعنا الدوري المصري قد إيه هو، طبعا هو منتقل من نجوم مستقبل لنادي إنبي، أدى بشكل أكتر من رائع. مميزات كريم فؤاد زي ما بتكلم دايما، لما بتشتري صفقة لازم يبقى عندك بعد، أولا بعد تسويقي، سن اللعيب قدراته إيه على المستوى البعد الفني، لعيب مميز ممكن يلعب في أكتر من مركز، لعيب على المستوى الدولي شارك في بطولة كبيرة زي أولمبياد طوكيو 2020، عنده ثبات انفعالي بشكل كبير جدا. لأن بعض الناس دايما بتتكلم، وده أكيد مش أي لاعب ينتقل من نادي إلى النادي الأهلي، بيكون في ضغوط كتيرة جدا، ضغوط الجماهير، ضغوط الإدارة، التشالنج اللي موجود حتى داخل الفريق، إنه دايما لازم يكون موجود ودايما يكون جاهز ودايما بيدي أفضل ما عنده، ده هو التشالنج اللي داخل عليه كريم فؤاد. لكن عندنا ثقة كبيرة جدا في هذا اللاعب، لعيب صغير في السن، شارك زي ما بقول لحضراتكم في معظم مباريات الدوري مع فريق إنبي، وأدى بشكل أكتر من رائع. كمان الجزء الفني، كمان على مستوى التكتيك، كريم فؤاد بيلعب باك يمين، ممكن يلعب في وسط الملعب، وشفنا من خلال وجوده مع المنتخب الأولمبي لعب كمان كطرف يمين. دي أرقام طبعا كريم فؤاد معانا، اللي هو السن 21 سنة، طبعا لعب في نجوم المستقبل وفي إنبي، شارك طبعا في 63 مباراة بالدوري، صنع خلالها 6 أهداف، وأكيد زي ما بقول لحضراتكم على مستوى الشخصية الدولية تواجد مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو الأخيرة 2020. إن شاء الله بإذن الله كل التوفيق لكريم فؤاد، زي ما بقول لحضراتكم لعيب بروميسنج، لعيب كويس بيأدي في أكتر من مركز، وكمان لعيب سنه صغير، إن شاء الله تكون صفقة مميزة ونتمنى له كل التوفيق. لويس ميكسيمون، يعني لويس طبعا لعيب موزمبيقي، زي ما بقول لحضراتكم دايما نتكلم على لو متطلبات الماركت ايه، انت محتاج لعيبه في انهي مركز، طب اللعيبه اللي هتجيبها ديت هتتوافق مع طريقه اللعب بتاعتك، هتتوافق مع امكانيات فريق النادي الاهلي تحت الضغوط. اعتقد كل دوت يعني هو ده طبعا، يعني بنتكلم على صفقات ان شاء الله، كمان لسه بنتكلم على صفقات كتيره جايه، لكن يعني لويس ميكي سوني ده لعيب موزمبيقي كان بيلعب طبعا في سيمبا، لعيب مميز جدا جدا على المستوى الهجومي. تعالوا مع حضراتكم برحب بهذا اللاعب الجديد ويكون إضافة جديدة للنادي الأهلي. طبعا لويس ميكي سوني طبعا لعيب مميز، كلنا شفناه في دوري الأبطال مع فريق سيمبا، لكن عايز أقول كمان إمكانيات ومهارة فردية أكتر من رائعة، جهد بدني وده مهم جدا جدا، جهد بدني أكتر من رائع. وزي ما بقول لحضراتكم هو ده اللي بيسعى بيه النادي الأهلي، النادي الأهلي داخل على بطولات كبيرة. عندنا لويس ماكسونيا هذه طبعا السن 26 سنة، أعتقد سن مناسب جدا، زي ما بقول لحضراتكم لعب لسان داونز ولعب لتشيبا يونايتد قبل كده طبعا في بعض الأندية، وآخرها طبعا سيمبا التنزاني، شارك طبعا في 14 مباراة في أبطال أفريقيا، سجل منها 3 أهداف وعمل أسيست 3 أسيست. طبعا على المستوى الدولي لعب مع منتخب موزمبيق، شارك في 27 مباراة منها 15 طبعا رسمية، سجل 4 أهداف في طبعا مباريات ودية. لكن على المستوى الفني أعتقد هيكون مكسب كبير جدا جدا إن شاء الله للنادي الأهلي، وزي ما بقول لحضراتكم هو ده اللي لازم يتعمل، وهو دوت النادي الأهلي. النادي الأهلي
بيكون في بعض الاخطاء شويه في موسم طويل شاق، وارد جدا يا جماعه، وارد جدا. انت بتتكلم، لو اتكلمنا واحنا بنتكلم هنا في المحترف على الدوريات الاوروبيه، بتتكلم باريس سان جيرمان، باريس سان جيرمان خسر الدوري، وتتكلم على اللعيبه وكميه الفلوس اللي اتصرفت السنه اللي فاتت او الموسم اللي فات او اللي قبليه لحصول، طبعا كمان ان يحصل ليل بيحصل على البطوله، بطوله الدوري الفرنسي، فبتتكلم على ارقام كبيره جدا ونجوم كبار جدا وخسروا الدوري. على مستوى الشامبيونز ليج لغايه دلوقتي رغم هذه الامكانيات الماديه الكبيره مش قادرين يحصلوا على الشامبيونز ليج. فعايز اقول تاني قبل ما اختم الجزئيه دوت الانترو بتاعي، عايز اقول ان ارفع راسك فوق، انت اهلاوي، كل التوفيق لفرقتنا، بدا خلاص الاستعداد بجديه وبقوه لموسم قادم. اعتقد النادي الاهلي اكيد ان شاء الله النادي الاهلي هيواصل الانتصارات. بنتكلم تاني وبنعيد تاني عشان الناس اللي بتنسى، النادي الاهلي هذا الموسم اعتقد من افضل المواسم على مستوى جمع البطولات. تاني بنعيد ان احنا في فتره صعبه جدا، فتره كورونا، ان النادي الاهلي كان بيكسب بطوله كبيره وعزيزه، البطوله التاسعه الافريقيه، من قبليها كان بيكسب الدوري باكتساح وبفارق كبير جدا، بعد البطوله الافريقيه بايام قليله بيرجع وياخد كاس مصر، بعد كاس مصر بيطلع على كاس العالم للانديه عشان يلاعب فرق على مستوى عالمي ويحصل على البرونزيه، بعد ما بيحصل على البرونزيه بيرجع تاني على السوبر الافريقي وبيفوز بيه، ولسه قدام النادي الاهلي بطولات كبيره جدا، بطوله السوبر المحلي، ولسه عندنا بطوله الكاس السنه دي. فيعني تاني بكرر، ارفع راسك فوق، انت اهلاوي، كلنا ان شاء الله ورا فرقتنا النادي الاهلي. وزي ما بقول لحضراتكم دي البدايه، يمكن يعني اللاعبين اللي احنا استعرضناهم مع حضراتكم دي بدايه الصفقات، لسه في صفقات كبيره وان شاء الله صفقات مهمه جدا جدا للنادي الاهلي. اللي هي صفقات كبيره وصفقات مهمه لان هو الاهلي كبير، وخلي بالكم النادي الاهلي بقى في مصافه الدول او الفرق العالميه. ليه؟ النادي الاهلي لما ان شاء الله بيكون عنده لاعب وبيكون هذا النادي اتراكتيف، اتراكتيف يعني نادي جاذب لانظار اللعيبه الكبار، جاذب لانظار اللعيبه اللي ممكن تكون بتلعب في دوريات اوروبيه. ليه جاذب للانظار؟ لان اولا انا كلاعب اروح حابب جدا ان انا اروح نادي بطولات، حاصل على بطولات كبيره جدا، حاصل على برونزيه على مستوى كاس العالم للانديه، نادي منظم احترافيا بشكل اكتر من رائع، نادي كمان عنده جماهير عريضه بالملايين بتعمل سبورت، بتعمل له دفعه لزياده مستواه الفني ومستواه البدني، كل دوت بيبقى النادي الاهلي بقى نادي اتراكتيف، نادي جاذب للنجوم، وهنشوف ده ان شاء الله باذن الله من خلال النجوم المنضمه للنادي الاهلي في الفترات اللي جايه. زي ما بقول لحضراتكم ان النادي الاهلي ان شاء الله على الطريق الصحيح، ودايما النادي الاهلي على الطريق الصحيح، ويمكن يعني خلينا دايما كده في صفوف الجماهير ونقول كل الدعم وكل السبورت لاداره مجلس اداره النادي الاهلي وفريقنا النادي الاهلي، وان شاء الله بطولات كتيره جايه باذن الله تروح دولاب الجزيره.